زي ما انتم شايفين معانا بالتاكيد طبعا الفيديو التقديم الخاص بصفقه مروان عطيه احدث الوجوه المنضمه للنادي الاهلي خلال الساعات الاخيره. نجم نادي الاتحاد السكندري تواجد بالتاكيد في النادي الاهلي بالامس واجرى بالتاكيد الكشف الطبي وقام بجلسه التصوير الخاصه بالاعلان عن صفقه مروان عطيه اللي ان شاء الله باذن الله هيكون مع النادي الاهلي لمده 4 سنوات ونصف خلال الفتره اللي جايه. تعاقد جديد، صفقه جديده، نتمنى له التوفيق يا رب. وكمان على طول بقى بدا الشغل، والنهارده هو مروان عطيه في تدريب فريق النادي الاهلي صباح اليوم في ملعب مختار التتش بالجزيره. اذا حتى الان النادي الاهلي انهى وضم 3 صفقات جديده وتدعيمات قويه لفريق النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه: محمد كريستو اللاعب التونسي، خالد عبد الفتاح الظهير الايمن، ومروان عطيه. وما زال بالتاكيد هناك اتجاه لابرام العديد من التدعيمات لدعم قائمة الفريق خلال الفترة اللي جاية لمواجهة الضغط بالتأكيد الكبير اللي جاي بالنسبة لفريق النادي الأهلي. قدامكم طبعا ده جانب من التدريب الصباحي واستقبال لمروان عطية. طبعا يمكن ده استقبال معروف ومتبع دايما مع أي لاعب جديد بينضم للفريق أو أي صفقة جديدة، حتى لا قدر الله لو في لاعب مصاب وعائد بعد فتره من الاصابه في مناسبه عيد ميلاد، فبتبقى كده يعني ايه جرى العرف، بيكون في تقليد كده معين في ملعب التتش بالجزيره. باذن الله يا مروان تكون صفقه قويه تفيد النادي الاهلي، ومن خلال النادي الاهلي ان شاء الله كمان يبقى في تالق وتظهر بشكل رائع وتكون اضافه كمان لمنتخبنا الوطني يا رب باذن الله ان شاء الله.